معنا من صنعاء مباشرة عبر الهاتف مراسلنا نبيل اليوسفي ليطلعنا على آخر التطورات الميدانية هناك. مساء الخير نبيل، أهلا بك. ما آخر التطورات وماذا تعرف عن الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل بأن الطيران الحربي اليمني يقصف رجال قبائل استولوا على منطقة خارج صنعاء؟ ما معلومات لديك حول في هذا الصدد؟ أنا أولا بالنسبة للجو الآن في العاصمة اليمنية صنعاء، الآن يؤدون صلاة الجمعة في كل العاصمة اليمنية صنعاء وفي كل ربوع اليمن. الهدوء الآن يعم العاصمة اليمنية صنعاء، وإن كان هدوء حذر، بدأت الحركة تدب قليلا في العاصمة، وهناك وساطة رئاسة عدة مشايخ منهم الشيخ عوض الوزير وآخرين من أجل الحل القضية ما بين آل الأحمر وما بين الحكومة اليمنية، بشرط أن يتم تسليم المقرات الحكومية أو يسلم أبناء الأحمر المقرات الحكومية هذا اليوم نعم، الذي هو يوم الجمعة. الآن هناك حشد كبير جدا دعت إليه الثورة الشبابية وأطلقوا عليها جمعة ثورة الشعب السلمي، على اعتبار نعم. أن هذا أو أن الرئيس اليمني يريد فيما يتعلق بالمشاحنات بين القوات الحكومية وبين القبائل، هل فعلا سيطرت قبيلة يمنية على حاجز عسكري قرب صنعاء؟ الآن وصلت الأخبار بأن هناك سيطرة، ولكن ما زال الأمور لم تتضح بعد، وإن نعم كان هناك تحليق كذلك في الأماكن القبلية تلك باتجاه النقاط التي باتجاه أو شمال صنعاء، تعبر عن أن هناك نقطة قبلية، ربما أنه إذا لم يتم حسم الوساطة ربما أن صراعات قد تحدث نعم أكثر من الأيام السابقة. على أي حال ستكون نعم معنا دائما نبيل اليوسفي لأي مستجدات. شكرا لك على هذه المشاركة، مراسل أخبار الآن في صنعاء نبيل اليوسفي.